السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار إن شاء الله غادي نقدموا واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف، خصوصا لمربي الأرانب المبتدئ. الموضوع هو متابعة أنثى الأرنب بعد الولادة. إذا إذا كان المربي المبتدئ ولدات له واحد الأنثى، يعني واحد الأرنبة لأول مرة، وهاد الأنثى يعني هو غادي يكون عاد ما فاهمش، يعني أول مرة، وهي عاوتاني الأنثى كذلك أول مرة غادي تولد، يعني غادي يتصادف مع واحد المشكلة لأنه هو ما فاهمش، ما عندوش دراية، وتا هي باقي عاد أول ولدة ليها، يعني كتكون القضية شوية صعيبة. إذا نتكلموا على جميع الحيوانات عندهم واحد الغريزة ربانية. هاد الغريزة كتجعلهم أنهم كيقوموا بهذاك العملية ديال التوالد والحماية ديال الصغار والتربية ديالهم، يعني كيقوموا بها على أكمل وجه. لكن في بعض الحالات وخصوصا عند الأرانب خاص الإنسان يتدخل، يعني المربي خاصو يتدخل للمساعدة، خاصو يساعد باش ما يوقعش في ديك الغلطة ديال الخسران ديال الخلفات لا قدر الله. في تربية الأرانب في الحقيقة يجب على المربي أولا سمو خصو يدير، خصو يقوم بالتجهيز ديال البيت ديال الولادة، باش إما بالصوف كما راني داير بحال هكا، هذا لاواط في الحقيقة، راه لاواط في هاد الخلفة هادي، أو في النجارة، كاين الناس اللي كيديروا النجارة، ولكن بالنسبة للصيف حاولوا أنكم ديروا هاد الصوف لاواط، وما تكتروش بزاف، لأن كي بحال دابا هاد الخلفة هادي راه كانت مغطية بالشعر ديال الأنثى، وحاول نحيدو لأن هاد الشبيكة هادي كما كتشوفوا أنها كتكون باش كتبردهم شي شوية، يعني كتكون موجهة للبرد باش كيبردوا شوية، راني قدمت عليها واحد الحلقة سابقة. إذا هضرنا على تجهيز البيت ديال الولادة، خص المربي أنه يجهز البيت ديال الولادة. أما بعد الولادة، يعني نهضروا دابا قبل الولادة، أما من بعد ما تولد الأنثى سمو خاص المربي يدير، خاصو منين تولد بساعات، منين نقولوا صافي ناض في الصباح المربي لقى بلي الأنثى راها ولدت، سمو خاصو يدير وهو باقي عاد بالي. أولا خاصو يدير واحد الإجراءات أنا دونتها في بعض النقاط. أول حاجة خاصو يتفقد الصغار، يعني يطلع على ديك الصغار ولكن ما يلمسهمش أول نهار، خاصو إلا بغى يلمسهم خاصو يلبس واحد الليكات باش يعزل الريحة ديال الإنسان على الريحة ديال الأم، خاص الريحة ديال الأم تكون فيهم، ما خصش تدخل ريحة الإنسان في دوك الصغار. ثاني حاجة وهي خاصو ينقي، بحال دابا مثلا هاد الخلفة هادي راه دابا عندها واحد 10 أيام، حنا أنا كنهضر على الخلفة بعد ساعات، خاصو مثلا يجي لهاد الصوف او النجاره ولا، وخصو يبدا ينقي، خصو يقوم بواحد العمليه ديال يعني يحيد ديك الفضلات، الا كاين شي فضلات، الا كاين شي دم، الا كاين شي مخلفات ديال الولاده، راكم عارفين راه ضروري مسكينه ملي كتكون كتولد راه كتخلي داك الدم وراها، وهادي هذاك الشيء خصنا نحيدوه. وعلاش كنحيدوه؟ باش ما نخليوش ماشي بكتيريا اللي غادي تتكون وممكن انها تبدي لنا الخلفات من بعد، او حتى الام ممكن انها تاذيها. وكيفاش غتاذيها؟ الله يستر كيكون الجرب، يعني هذاك الدم وداك المخلفات ديال الولاده حاولوا انكم نقيو شويه، ماشي قاعد تخليوهم يعني بدمهم داكشي بالريحه ديك اللي كتكون واحد الريحه كريهه، خاص شويه ديال التنقيه، ما فيها باس ان المربي ينقي واحد شويه. كاين واحد القضيه اخرى وهي في الحقيقه هي لب الموضوع ديال هاد النهار هذا، وهي اهم حاجه
خاص التاكد من رعايه الام للصغار. يعني ماشي راه كنقولوا صافي راه ولدت صافي راه ولدت، لا، يعني خصنا نشوفوا، خص المربي يشوف واش راه كترضعهم اول حاجه، او ممكن ان اننا ولا ما الى ما كانش فيها الحليب ممكن ان ان التفقد ديالها نشوفوها ما كت ما فيهاش الحليب وخا كتمشي عندهم هما ما شبعانينش، ممكن اننا نعطيوها بعض الاعشاب مثلا التفاف. راني فايت سبقت هضرت عليه وراني وريتكم الشكل ديالو، وكذلك المعدنوس، هادو قبيطه ديال المعدنوس رميها لها وصافي راه غادي ان شاء الله يكون الخير. القضيه اللي مهمه في هذا الموضوع وهي الام الغاشمه، يعني الام لاول مره غادي تولد ولكن فيها الحليب، هي فيها الحليب ولكن ما كترضعش الصغار ديالها، هي دايره هكا. سمو خص المربي يدير، خاصو يشدها يعني يمسكها ويسد عليها في بيت الولاده، ولو غير مره في النهار راها كافيه، مره في النهار راها كافيه انها غادي ترضع الصغار ديالها. ولا عودتوها انها غادي ترضعهم كونوا متاكدين هي غتبقى ترضعهم، لان غتفهم بلي هادوك راهم الصغار ديالها وراه خاصها ترضعهم. يعني تبقاو تغلقوا عليها بشي حاجز هكا وتخليوها في بيت الولاده، يعني ترغموها انها ماشي غير ترغموها، خصكم تراقبوها واش بصح قابله انها ترضع الصغار ديالها. المهم ديك العمليه خصها تكون مراقبه، هادشي اللي كاين. القضيه ديال الام الغاشمه هذه اللي هضرنا عليها، الام الغاشمه كاين تدخل الانسان ضروري انه يشوف هذيك العمليه كيفاش كثرة. وكاين عاوتاني ملي كتكون كتولد خاص يكون ديما عندها واحد المرافق. مثلا حنا نهضروا على المراه كانسان، كيكون كتكون اول مره بنت، يعني كتزوج صافي كتولي ام، يعني كتحمل كتولي ام. شكون اللي كيرافقها؟ اما الام ديالها او اختها مثلا اللي كتكون عندها شي تجربه وكيبقاو يعطيوها واحد النصائح. كذلك الانثى ديال الارنب اللي كتولد لاول مره، لان الانثى ما عندهاش اللي يوقف بجنبها مسكينه، خاص المربي انه يكون فطن، يعني يكون يعني يخدم المشروع ديالو، يخدمه انه بعد ساعات صافي يبدا يتحرك، كيشوفها ولدت يبدا يتحرك، يجي يجيب لها واحد الاكل، يتهلا فيها شويه بالاكل، لان كتكون شويه ضعيفه في الولاده، كتكون ضعيفه واحد شويه. من الاحسن ان المربي يبدا يتحرك، مثلا يدوبل لها الماكله في الساعات الاولى، يدوبل لها الماكله، كتكون كتاكل مسكينه بزاف. يدير كما قلت لكم نوع من النباتات، اما تفاف اما المعدنوس اما لقامه ديال اتاي، ما ترميوهاش، عطيوها لها حتى هي كتكون واحد المعلقه ديال العسل، ديروها لها مع الماء باش ترد شي شويه الطاقه. المهم خص المربي في هذيك الساعات الاولى انه يكون فاطين ويكون يلعب الدور ديال 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 الام ديالها او الاخت ديالها، خصو يتحرك ويساعدها، يعطيها واحد الدفعه انها تولي ام ماشي غاشمه ولكن ام صالحه، وممكن انها تربي خلفات اخرين ان شاء الله. وهذا الرضاعه الحقيقه خاصنا نتاكدوا يعني ان لا 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 الكل انه كيرضع. مثلا هي دخلت، هي الموضوع اخر، انها دخلت فيها الحليب بدات كترضع الصغار ديالها، ولكن واحد الصغير مثلا بقى الى جنب، مثلا بقى بعيد واحد شويه، انتم كتشوفوا غير انا كنبغي نحادي لها في الصغار ديالها وهي لان حاضيهم جوج مرات دابا في الفيديو، وهي انا فيما كنبغي ندير يدي هي كتحاول انها كتقول لي لا هذوك الصغار ديالي ما تقيسهمش. الموضوع اللي كنت كنهضر فيه وهو ان اذا كان شي صغير
بعيد ملي كتكون هي كتردع وكان القيته بعيد ما تخليهوش بعيد لان الخطره كيكون كل عاد الحي ما كيتزروات ماشي بحال دابا هادو راهم تبارك الله دعيو معايا انهم يوصلوا ويكبروا ان شاء الله كتكون كيكون الصغير باقي عاد الحي ما كيكون بعيد على 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 القاطع هي كتدخل كتردع وكتردع الكل وكتخليه هو ولا مثلا جوج ولا هذه نتوما هذاك هو الدور ديالكم انكم تردوا هذوك الصغير ديروا ليغاس وتردوا الصغير انه يرضع منها ان توصلوه للحلامات ديولها انه حتى هو ياخذ حقه في ديك النهار لان ما خصوش يكون يبات جيعان خصو يكون ديما لا 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 يعني كيرضع اذا الموضوع ديالنا في الحقيقه اذا جينا نفكروا يعني بذكاء الخلاصه ديال هذا النهار سمويه ان دور المربي في حاله الولاده ديال الام حديثه الولاده يعني ما عمرها ما ولدات يعني باقي هي باقي عاد خشيمه وتا هو باقي ما عندوش تجربه يدير في مخه غير جمله واحده انه خصو يكتشف الاخطاء اللي كاينين ويصلحها صافي الا فهمتوا هاد الجمله ان اكتشاف الخطا واصلاحه صافي عرفوا بلي راه المشروع ديال الارانب راه ناجح ان شاء الله. اذا كنظن انني وصلت لكم المعلومات ديال هذا النهار فيديو يعني يستحق المشاهده. الفيديو ديال الرساله الشعار ديالنا هو الخير جاي لقدام ان شاء الله ديما كنقولوها الخير جاي لقدام ان شاء الله ما تقنطوش من التربيه ديال الارانب وخير تلقاو بعض المشاكل او الصعوبات راه الخير جاي ان شاء الله. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا مرحبا بهم ومرحبا بكل تعاليقكم الطيبه راه الاشاره للتعاليق ديالكم في اي وقت ان شاء الله لا بالنسبه لداخل الوطن يعني في المغرب او خارج الوطن كل عرب وكل الناس اللي كيراسلوني مرحبا بهم تكيو على زر جيم باش القناه دعموني وتزيد الخدام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقه المقبله.